هذا أبوي دائما يخاف من عمتي شمور، وهذه عمتي شمور أقوى بنت بالعالم. أنا بوعد الناس وإن شاء الله، يعني بما أنه نحن على شاشة كل العرب، شاشة MBC، هذا شيء مفرح، يعني أنه راح يكون في أكبر شريحة من اللي خلينا أقول للمشاهدين العرب راح يشوفوا شيء كواليتي عالي، قصة غريبة وجديدة. إذا ما سوت اللي نبيه القضية للحين معلقة بالمحكمة. فأنا داخل العمل بتحدي ضمن فئة الأعمال الاجتماعية، وأنا متأكد إنه الناس يعني إن شاء الله راح تتفاعل معه من أول 10 دقائق. لكن الناس ما استنوا هال10 دقائق، فالتفاعل بدي من بعد عرض البرومو الخاص بالمسلسل على قنوات MBC واللي مدته دقيقة أو 25 ثانية. مرة تحت من الصبح ويوية سكتي لا تسمعنا. ها حري وإخواني وين كنتوا فيه؟ وطبعا إلهام الفضالة كان إلى حصة من التعليقات، فدور شمور اللي بتعمله بيتميز بقوة الشخصية، فهي رح تكون المسيطرة بالمسلسل. والله هذا بيتي، بيت أبوي، هنطلع ونروح الله يهدات. شخصية شامرة، متكبرة، قيادية، قوية الشخصية، تبي الكون كله، يعني عندها كلمة معتادة، الكون في كفة وأنا في كفة، عندها هي شيء كبير عند نفسها. وبسبب هالشخصية يبدو أن الكل رح يتفق عليها. روح يا شمور إن شاء الله تدشين بشبة، آمين يا رب. مشاكلنا ومصايبنا من وراها. ويمكن حتى زوجها بالمسلسل عبد الله بهمن. شو تشورين علي؟ أزيد حب وغرام شوي. والحب والغرام كنا شفناهم خلال أحد المشاهد لما كنا بكواليس التصوير. فعبد الله بيأدي شخصية عيسى اللي رح يكون عنده حالة خاصة. عيسى شخصية مسكينة مغلوبة على أمرها، فيها خفة دم، بس اللي نقول الكوميديا السودة مثل ما احنا نسميها، وكوميديا الموقف. ولد فقير من معدم، مجرد حادث سيارة يقلب حياته فوق تحت، يغيرها بطريقة غير متوقعة طبعا، بس بعد ما يخسر جزء من صحته ومن من من يعني خلينا نقول إعاقة جسدية تحصل فيه. أنا ما حد يتحكم فيني. يوم هذا تحقيق، الله يستر ونطلع من هالمصيبة. تبين فيني أنا بسويك شيء. الكون في كفة على MBC دراما. يعني رغم مثل ما قال عبد الله انه المسلسل فيه شوي طابع كوميدي، لكن انا كمان حسيت فيه كمان شغلات مؤثره وكمان فيه شوي تشويق. لازم نشوف. صحيح. هو عموما يعني انا تعجبني ادوار الهام الفضاله من زمان اتابعها، بس هذا الدور تحديدا اعتقد بتكون الشخصيه المستفزه صاحبه الجبروت المكروهه اكثر شيء، واعتقد مقاطعها بتصير ترند على كل السوشيال ميديا. انا حسيت يعني من كم لقطه في ضرب وفي حركات استفزازيه، فاتوقع انه يمكن هي صح مثل ما قلت تستفز الجمهور، فمثل ما قلت لازم نحضر ونعرف ايش راح يصير.